قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إن مصر استقبلت خلال عام 2023 نحو 14 مليون و 900 ألف سائح، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لافتتاح وتشغيل 200 ألف غرفة فندقية جديدة لتحقيق مستهدفاتها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فندق وولدروف ستوريا القاهرة هليوبلس الذي يضم 235 غرفة فندقية و17 جناحا بإجمالي 252 وحدة فندقية.